تتجه أنظار الجماهير العربية صوب ملعب أحماد أهيدجو في العاصمة الكاميرونية ياوندي، حيث اللقاء المرتقب والمثير بين مصر والمغرب في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية. مواجهة الشقيقين المصري والمغربي تعد بمثابة نهائي مبكر للبطولة في ظل قدرة المنتخبين على حصد اللقب القاري بعد ظهورهما بمستوى متميز خلال المباريات الماضية، وحيث بلغ الفراعنة هذا الدور بعد عبور عقبة كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية، فيما فاز المنتخب المغربي على ملاوي بهدفين مقابل هدف. ويفتقد المنتخب المصري في مواجهة اليوم خدمات حارسه المميز محمد الشناوي بسبب الإصابة، إلا أن المستوى الذي ظهر عليه الحارس الثاني محمد أبو جبل بعد مشاركته أمام كوت ديفوار ونجاحه في التصدي لركلة جزاء ترجيحية بعث رسالة طمأنينة مفادها عرين الفراعنة في أيد أمينة. ويعتمد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري على مجموعة من العناصر المميزة، في مقدمتها ثلاثي الهجوم محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش، علاوة على تألق الثنائي عمرو السولية ومحمد النني. ويسعى المدرب البرتغالي لاستغلال الحالة المعنوية الرائعة للاعبين بعد الفوز على كوت ديفوار لتقديم أداء متميز أمام أسود الأطلس. في المقابل يتسلح البوسني خليل زيتش المدير الفني لمنتخب المغرب بقدرات متميزة على المستوى الفردي في تشكيلة المغرب، على رأسها أشرف حكيمي صاحب التسديدات الصاروخية ومهارة سفيان بوفال وسليم أملاح وقوة لاعب الوسط سفيان أمرابط وخبرات مهاجم أشبيلية يوسف النصيري. في المرة الأخيرة التي واجه خلالها المنتخب المصري نظيره المغربي في البطولة الإفريقية، نجح الفراعنة في بلوغ الدور النهائي قبل الخسارة أمام الكاميرون في نهائي 2017. فهل يواصل المصريون تفوقهم على المغاربة ويواصلون مسيرتهم نحو اللقب الثامن، أم يزأر أسود الأطلس ويضع حداً للتفوق المصري في الأدوار الإقصائية؟